أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صيام شهر محرم كله، هل ورد فيه حديث؟ وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا الشهر كله؟ جاء في الحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم أو الذي تدعونه المحرم، هذا يدل على مشروعية صيام شهر المحرم. وأكده التاسع، أكده التاسع العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر، اليوم عاشوراء، هذا آكد الشهر شهر المحرم، صيام يوم قبله، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صيام يوم بعده، وهذا في روايته ضعف، لكن إذا فاته صيام اليوم التاسع قبله لا يصوم اليوم العاشر، ولا يصومه وحده، لا يصومه وحده، إنما يصوم يوما قبله هذا آخر، أو يوما بعده إذا فاته اليوم الأول.